صباح الخير البنات، يلا نقول لكم صباح الخير. كما كتشوفوا الصباح هذا المهم تعاودوا تدوزوا معايا النهار ديالي. سمحوا لي البنات، ما بقيتش حطيت لكم فيديوهات ديال الطرز، قلت نبات عندي امتحانات. والمهم دابا راه العطله، بقى لينا غير اليوم، هذا النهار الجمعه هذا اللي كنصور لكم، بقى لنا غير اليوم وان شاء الله راني غادي نصور لكم فيديوهات، وعندي لكم واحد جوج ديال الفيديوهات اللي غتستافدوا منهم. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، المهم دابا انا غادا المدرسه باش ما كان اي حاجه نصورها لكم هذا النهار. دوز معايا نهاري، ونتمنى ان هاد نتمنى الفيديو يعجبكم وصافي. كنبغيكم بزاف، بقاو معايا. انا دابا غادي نمشي نوصل ولدي المدرسه هو الاول. المهم راكم حافظين هاد المقدمه ديالي، نوصل ولدي المدرسه هو الاول، عاد نمشي انايا دابا عاد نمشي انايا وراه مشى الحال. المهم بقاو معايا. المهم البنات انا جيت للدار وبقيت صورت لكم والو. صايبت واحد الحلوه لولدي، عندو حفلة اليوم، صايبتها مصورتش كون التليفون ديشارجا. المهم بدات غير كيكة عادية ماشي ماجينواز، وغادي نحاول انني نزوقها. المهم ملي نبغي نزوقها نشارك معكم كيفاش غنزوقها. مكونات بسيطة يعني، بلا لا كريم فريش بلا والو ما عنديش، وغادي نعدي غير باللي كان. المهم بعد ما خرجت الحلوة قسمتها على جوج، قلت لكم غندير نحاول نزوقها ب نعوضو لا كريم فريش. ما عندكمش لا كريم فريش يعني تقدروا ديروا غير بيرلي. كتجي لذيذة بالبيرلي. البنات راه ما سقيتها، ما درت لها لا سيرو لا والو، حيت اصلا جات رطبه، جات هشيشه بلا ما نفزك نزيد نفزك بالسيرو، حيت هي كلها غير الدراري الصغار باش الا تخضر تفرتات ولا شي حاجه الا سقيتها بالسيرو. المهم انا درت غير جوج، الا بغيتو ديروا اكثر ديروا.
صافي غادي نحط طبقه وغادي نغطيها بالشوكولاته. بقاو معايا. هنايا عندي هاد الشوكولاته هذا، هاد الشوكولات هذا الكركب كيجي زوين حسن من الاخر مربع البنات. هذا كتاخدي 5 دراهم 10 دراهم في الجهه ديالك، كيتباع حنا عندنا حانوت كيبيع هادشي. غادي ندير معاه كاس الحليب وبحال هو اللي غنزوق به، يعني غنعدي كل داكشي اللي عندي ليكم. غادي ندير معاه كاس الحليب وملي غيولي بحال لاصوص غادي نطالي به الكيكه ديالي. انتما البنات حاولوا انكم ما تاخذوا، ما ديروش كاس بزاف، تاخذوا ربع كاس ديال الحليب تتسخنوه هو الاول عاد وطفوا البوطه، عاد ديروا الشوكولات وبقاو تحركوا غادي يذوب بلا ما ديروه فوق البوطه، كيذوب وكيجي احسن حتى في المذاق. بقاو دوروا غير بشويه وغادي يذوب ليكم. المهم هذه الكيكه ديال الزربه وصافي. جيت من المدرسه حتى ل 11، حتى ل 11 خاصها تكون واجده. الجوج غيديها معايا وعديت بهذاك الشيء اللي عندي. صافي دابا نحاول نغطيها. شي انا قوت الحليب، ديروا غير شويه، حاولوا ديروا غير شويه، كان عليا ندير غير شويه الحليب باش تجي يجي الشوكولاته عاقد اكثر منها. كتجي بحال غاناش، بحال غاناش، بحال غاناش واقي. واخا كان البنات ما عنديش مع الحلويات، عندي مع الطرز، طرز وتنبات وداكشي ديال الخياطة عندي معاه، شي ديال الحلويات ما عنديش الخاطر، ما عنديش الخاطر للحلوى، ولكن كان ديباني كيكيو. شو البنات ما سقيتهاش، ولكن هاد لاصوص اللي صايبت راه كتشرب، شي راه دخلات شرباتها كاع الكيكه شرباتها، حيت قويت الحليب. انا غتجي بنينه، انا ما دقتهاش من الدار بنينه غتجي بنينه. صافي هنايا خديت قبيله ملي جيت من طرقت معايا خديت هادو باش نزوق هاد الوريدات. ها نحاول نديرهم تغدينا. كنتغدى اليوم عند حماتي، اليوم الجمعه ما كنديرش الغدا، المهم كتكون موجده كسكسو كنتغداو عندها. مشيت ديت ولادي المدرسه ولكن غادي عييت والله الا حسيت بواحد العيا. المهم دابا غادي نوريكم فاش خدامه وغادي نصور لكم فيديو الطريقه ديال المهم خدامه واحد اللعبه.
نصور لكم فيديو ان شاء الله نحطه في القناه. دابا ما يمر العطله هذه شدينا، دابا كاين عندنا واحد 8 ايام كتشوفوا خدامه في هذه الرسمه هذه في جلابه في جوج جهات، والمره كنصور بايد وكنوريكم بيد. المهم هي راه في جوج جهات، انا خدمت جهه غادي نكملها ونصور لكم الجهه الاخرى باش نوريهم لكم ان شاء الله كاملين بجوجهم كاملين. هذه خدامه في هذه، وغادي نوريكم حتى هاد واحد التوب ديال الجوهره في النوار كيف ما كتشوفوا، مخدوم بالطرز ديال الماكينه، هذا ماشي ديال الايد. المهم هذا تقدروا تستافدوا منه فكره، تاخذوا الرسمه وتقدروا تطبقوا في التوب ديال الجوهره ديالكم. كنحيروا دائما هكا كيديروا الجوهره كيديروا لها غير رغده، يعني بامكانكم انكم تصايبوا بحال هاد القفطان هكا غادي يجي رائع، هو قفطان كيف ما كتشوفوا. تنحاول نديرو هنا شي باين لكم باش نقادو نرجع لكم. انتوما شفتوا كيفاش داير هذا القدام ديال القفطان، وهذا الظهر ديالو. دابا انا شنو غادي غنبتو، ملي غادي يتنبت عاد غادي يبان وغادي يجي رائع. هذا هو خديت ليه الحجر، هاد السيبورات اللي غادي ندير، وهنا العقيق ان شاء الله غنخدمو، وضروري ما غنحط لكم فيديو ديالو الطريقه كيفاش غنبتو، وان شاء الله ملي غادي نسالي غنصورو لكم حتى هو باش تاخذوا فكره. ها انتما كاين هذا غندير هذا، وغادي ندير هاد النواغ زمرد تحديا. شفتوا البنات هذا هو اللي قلت لكم، ها انتما خديت هاد السيبورات هادو. المهم انا من غنبغي نبت نحاول نشوف هذاك الشيء فين غادي يجي ونشوف. وهنايا في هاد البلايصات الخاويين غادي ندير الزمرد. المهم انايا المهم كنتخايلو غادي يجي رائع، ضروري ملي غادي نصايبو غنصور لكم. صافي هادشي اللي كاين، هاد جوج هما اللي شاديني، غادي نخدمهم. صافي دابا العطله غادي نخدمهم وغادي نصورهم ليكم. المهم غادي نسد الفيديو هنايا، نتمنى ان الفيديو يعجبكم. صافي هادشي اللي كاين، غنمشي نرتاح شويه والله الا حتى من السبعة وانا فايقه، غير ما غاديش نعس غير نرتاح واحد شويه وصافي. نشد التليفون ندير المونتاج ديال هاد الفيديو دابا ونقدر نلوحو لكم اليوم. انا ما حشوش لكم اليوم، انا غدا ان شاء الله على حساب كيبقى يتيليشارج في كيبقى اكسبورت ما عرفتش يتيليشارج ما عرفتش. المهم المهم نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم على التتبع ديالكم. يلا.